اتحرق. لا ما اتحرقش. الحقونا. احلام. احلام. البصله ايه؟ لا ما اتحرقتش. لا اتحرقت البصله. خليه خليه. على لا والله وريحه البصل بالثوم التخديعه 100 100. الله الله يا احلام. هنحط بقى الفراخ اللي بالليمون والبرتقال. لا 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 امال هنحط ايه؟ ده موضوع تاني خالص. ده موضوع تاني. سسبنس. عامله لي سسبنس. بس ريحته جميله. ايوه الصلصه هتطبخ اخيرا. امال ايه؟ حسب العبايه اللي بمليون جنيه. ها ايوه لازم تتخدع الصلصه. تتسبك. تتسبك وبعدين هتحط فيها المكرونه. احط فيها ملح وفلفل. ايوه واسكب عليها المكرونه. وخلاص. وخلاص تبقى المكرونه اتعملت 100 100. اوكي يلا انا هجيب لك الملح اهو. ادي الملح. ويبقى مللنا بتاعه الملاحه دي. عايزه فلفل. فضحتونا. ايه شربل ما فيش ملح عندنا. لا اهو في نقطتين بس بكره تملاها لنا دي. احنا مش ضامنين عايزين ملح قد ايه. ايوه بس كفايه. لا ما تخافيش. في حد هنا بيطلب المكرون معايا في الاير بيس. والله العظيم استوت اهي. خش لي عليها كلوز اب. بتشكشك بتشكشك وما تولعش فينا الاستوديو. بتغلي اهي اهي بتشكشك والله. يعني هي في كلمة لبناني اسمها بتشكشك؟ ده أنا اختلف. بتغلي. بتغلي يعني المية بتغلي عندنا. احنا بنقول بتتسبك. بتتسبك، اتسبكت هي دلوقتي. عايزة بس شوية. مش على نار هادية. معلش شوية بس شوية معلش. زي ما إلهام شاهين بتقول. الله يسعدها إلهام شاهين بحبها قوي أنا. جميلة دي ست جميلة. دي من أجمل مخلوقات العالم الفني ده والدنيا. طيبة جدا وقلبها أبيض زيك. يا أحلام. يلا مرهن. خلاص استوت. اتسبكت يا أحلام. تق تق تق. اتسبكت يا حبيبتي. مش انا الطباخه بتاعت الفيلم ده. انت الطباخه والريسه والمديره بتاعتنا كلنا. وانت ست الكل. يا رب يخليك يا حبيبتي. تقدري ترفدينا كلنا دلوقتي؟ غضبت في نص الاخبار وقالت لك مش مغنيه ولا عامله. اطلبوا لي بقى محمد عبده. انا مش عامله حاجه بقى. بيقول لك بس المخرج بيقول مش هيلاقي شغل لو راح. لازم تخليه. هيعمل ايه؟ مش هيلاقي شغل لو اترفد. مش هيلاقي شغل؟ ده انا شغله في في الحكومه. بس هو يؤمر. يا عيني يا عيني يا مش اسمر. انا عطست من البصل وال مش حاره قوي ولا حاجه. ما فيهاش غير الملح والفلفل. يعني ممكن احط عليها شويه تباسكو. واسقيها بشويه ليمون. الوقت انا عايزه اسالك بمناسبه الطبيخ والمطبخ وستات البيوت. فانا عايزه سمعت انك. انا على فكره انبسطت ان احنا وقفنا اكتشفت المكان ده النهارده. حلو عشان بعيد عن ريحه البصل والثوم. ده انا عيني البصل خلاني عيط لما قلت يا بصل. احلام انا سمعت ان انت ست بيت شاطره. وست شوبينج شاطره. شوبينج؟ ايوه. لا مش شاطره قوي ابدا. امال ايه؟ عشان انا لما بعمل شوبينج هنولع للدنيا. ايوه عشان انا لما بعمل شوبينج هتلاقينا حاجه نغرب فيها الحاجات دي. تبقى في كارثه اكيد هتحصل يعني. شوبينج شوبينج. الكوارث لدى الاستاذ مبارك. يعني ممكن يعني بتنطلقي. لا مش بنطلق. ايوه بعيش. بتعيش في الحياه. بتحبي الشوبينج؟ بتشتري ايه؟ بتحبي اكتر حاجه تشتريها ايه؟ كل واحد عنده. حد بيحب الشوز الجزم يعني اكتر من الشنط. في حد بيحب الشنط اكتر. في حد بيحب. طيب عايزين واحده كده ولا مفيش؟ عايزه ايه؟ واحده زيها عشان نقلي فيه ال لا في واحده صغيره خالص. هاتها 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 الصغيره هنقلي فيها برضو. مفيش حاجه تقف في سكتنا ابدا. ايوه هنقلي فيها الفراخ. والله طفيتوا على المكرونه انتوا؟ لا ما فيش لو سمحت. هذه مين قالك تطفي؟ مين قالك تطفي؟ مين قالك؟ مرفوض مرفوض يا شربل. هتتحرق كده يا احلام. يا احلام هتتحرق. خلاص سيبيها. بس يا ابني بس يا ابني كفايه. حط زيت كتير قوي. هات زيت. اعطيها الزيت. شربل اسمع الكلام يا شربل. اسمع الكلام يا امور. بص يا حبيبي نصب عليه.
شفت انا صارتك زدتها، زدت الزيت عشان ما تقعد تقول بعد هذا. شربل شيل الملح يا شرب، شيل الفلفل يا شرب. بس انا بطبخ يعني مش بلعب على فكره، ها بنطبخ بجد، بطبخ بجد. اي يلا بعدين ده تبلناه المفروض نبشر عليه زي الستات بتوع المطبخ بقى للكاميرا. ايوه زي برامج المطبخ. ايوه وده نبشر عليه شويه بصل. ايوه قبل ما نحط عليه الحاجات دي. ما عملنا كده خلاص. يعني احنا سبك تبلناه اهو، اثار البصل المبشور اهو. اوكي وبعدين انا كنت بعيط. وبس عايزه ايه؟ عايزه ايه ده؟ عايزه شوكه عشان اقلي. حاسبي بقى عشان هيطرطش. خليه طرطش، خليه طرطش. لا بيخاف مني هو. والعباية الحلوة دي أنا خاف عليها. الله الله. يلا عايزة إحنا جعان يا مايسترو؟ ده في شغل ورانا دلوقتي، في غنى وحاجات. لازم تذوق. هتيجي تذوق، إحنا في البريك هنسيبك هنا في المطبخ يعني. قولي لي نرجع للشوبينج، إيه أكتر حاجة بتشتريها؟ اسم الله. اسم الله. اسم الله حبيبتي، عملتها قبلك من دقيقة، مش عارفة حاطين لنا إيه في الملح. لأنه الفلفل بيخلي الواحد يعطس والله. طب قولي لي. بشوف وطي عشان ما يطبخ على نار هادي شوي. إيه أكتر حاجة بتحبيها؟ الشنط ولا الجزم ولا الهدوم ولا المجوهرات؟ رقم واحد المجوهرات طبعا. رقم واحد المجوهرات هي طبعا. هي اللي بتعمل. واضح. هي اللي بتعمل كلاسي، بعلن كلاسي اول باول. تعمل اي حاجه كلاسي، لو لبستي حتى جينز مش كده يعني، اي حاجه. اي حاجه. ركز لنا على المجوهرات والله. وبعدين ايوه ركز على المجوهرات يا مستر مبارك، ركز على المجوهرات وبعدين الفراخ. وبعدين الحاجه الثانيه الشنط. الشنطة زي عندي مشكلة نفسية. انا كمان زي. طب تفسيرها ايه دي؟ معرفش. يعني عدم ثقة بالنفس ولا وممكن اخذ شنطة كبيرة وشنطة صغيرة، وبساعات مبارك بيشوفني شايلة شنطة كبيرة بيقول لي مسافرة انت ولا رايحة؟ ما هي موضة بقى اليومين دول الشنط الكبيرة، وهي داخلة لنا بشنطة حلوة برضو النهار. مين؟ دلوقتي دخلت لنا بالبوشيت الصغير ده. الله يسعدك. يعني ما شاء الله. فاحنا مكرونة بالصلصة وفراخ محمرة، ودي احنا كده تسبكت دي وانا هشيلها. وصفة الزواج في ايام شهر العسل. يعني ده عشان عشان تخلصي بسرعة. اول باول خلصنا خلاص. ايوه الله الله. شيلي يا شربل اللي وقع على الجنب دي، خد شيلها عشان نبقى منظمين. اللي وقع اهي شايفة؟ ايوه هقفله كده. ايوه هتدي على طول على الحوض. ايوه اول باول. كفاية بقى حتة واحدة عشان احنا ورانا شغل. وبعدين يتقلي كله بنفس الطريقة وبالهنا والشفا. وبالهنا والشفا. بالهنا.